صغيرة كنت بتفرج على الأفلام بس ما كنتش فاهمة بيتكلموا عن إيه. أخواتي لما بيتفرجوا عليه بيضحكوا وبيزعلوا، إلا أنا بضحك كل الفيلم. فأنا قلت في سري إن أنا لما أكبر هبقى ممثلة كبيرة وأبقى دعاية سعاد حسني زي إسماعيل ياسين. فلما كبرت قلت إن أنا إزاي هبقى ممثلة وأنا أصلا سمعة. يا ترى حلم مادونا اللي حست انه انتهى لما واجهت واقعها ممكن يتحقق في يوم؟ في يوم اختبار كانوا بيجيبوا توم يمثلوا يعملوا اختبار عشان يختاروا منهم ويعملوا مسرحية. فدخلت مسرحية العطر، اخدت بروفات وعملت بروفات كتير قوي. وفعلا مستر محمد علام قال لي ان بكرة في عرض، فانا ما صدقتش الكلام ده. عرض يعني اللي هو خلاص امثل على مسرح؟ قال لي اوف. تاني يوم فعلا العرض اشتغل وانا واقفة على الارض الخشب ومش مصدقة نفسي، وفي نفس الوقت كنت خايفة. وبعدين وانا لما بمثل بيسقفولي، فلما بيسقفولي بمثل احسن، يعني بحس ان هما بيشجعوني. في الطريق لتحقيق الحلم بتواجهنا صعاب كتير، ومادونا بالمثابرة والتعب والشغل والمعافرة ماشية في طريقها خطوة بخطوة. خدت ورشة تمثيل وبتعلم تمثيل، محتاجة أتعلم أكتر من كده. وطبعا مع الوقت أنا ما كنتش بتكلم حلو قوي زي دلوقتي. ومستر علام قال لي اتحول ملف عشان تقدم في معهد فنون مسرحية. قلت تمام، سحبت الملف وقدمت في معهد فنون مسرحية. تاني يوم كان عندي امتحان، دخلت الامتحان فدكتور جلال الشرقاوي كان موجود وقال لي اتفضلي مثلتي مشهد بلغة الإشارة. كانت معايا زميلتي بتترجم بالكلام. قال لي تمام انت بتمثلي حلو، شكرا. فدكتور جلال الشرقاوي الله يرحمه قال لي هقول لك النتيجة. انا ما سمعتش هو بيقول لي هقول لك النتيجة، قال لي انت نجحتي. كنت كل ده كنت فاكرة ان هو بيقول لي ان انت بتمثلي حلو. فلقيت صاحبتي فرحت قوي وخدت في حضنها. فبقول شكرا انا فعلا بمثل حلو، لو انا ما سمعتش هو بيقول كده. فبقول لها نفسي انجح. فبتقول لي انت نجحتي انت ما سمعتيش؟ قلت لها لا انا ما سمعتش، قالت لي ان انت نجحتي. استغربت قوي، يعني حاجه حلوه قوي. وكان في اختبار التاني، دخلت في اختبار التاني وفعلا نجحت وقدمت في معهد فنون مسرحيه. وعلموك الغنى كمان ولا دي موهبه لوحدها؟ هتغني لنا ايه؟ اغني دلوقتي حالا. كلمة حلوة بكلمتين حلوة بلدي، جنبة حلوة بجنبتين حلوة يا بلدي. أنا اللي دايما كان يا بلدي إني أرجع لك يا بلدي، وأفضل دايما جنبك على طول. واو واو. الأمنيات اللي بنحققها بترسم طريقنا وتخلينا مؤمنين إننا دايماً نقدر. كنت بقول نفسي أبقى مذيعة. جه يوم مستر هشام سليمان كلمني قال لي تعالي أنا عايزك ضروري تعالي في مدينة الإنتاج. قلت له ماشي. رحت له قعدت معاه اتكلمت معاه، قال لي أنا بسمع عنك كتير جداً وعارف ان انت بتحبي الاعلام ومتكتبي مذيعه. قلت له اه جدا. فبيقول لي مبروك انت بقيتي مذيعه. فعلا دمعت من الفرحه، انا ما عرفتش امسك نفسي، قعدت اعيط انا فعلا بقيت مذيعه بكل سهوله. انت بقيتي مذيعه. الحقيقه هشام سليمان ليه دور عظيم مع ذوي الهمم، يعني بالعكس انا عايز احييه على المجهود العظيم اللي هو بيعمله. مؤمن جدا بيكو وفعلا بيحبكم من قلبه فبيبان، وزي ما انت بتقولي كده خلاك تعيطي من الفرحه، حاجه جميله جدا. فشغلت مذيع بلغه الاشاره في ام تي على اليوتيوب لمده سنه ما كملتش. فدلوقتي انا طالبه في معهد فنون مسرحيه سنه رابعه. العباقره قادرون باختلاف لا اعاقه لكل صاحب اراده.